قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي استخدم العمليات الروسية في أوكرانيا ذريعة لإخفاء أخطاء سياساته الاقتصادية. إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن رفض أوكرانيا وقوى حلف شمال الأطلنطي الاعتراف بسلطة روسيا على شبه جزيرة القرم يمثل تهديدا مباشرا لموسكو. وأضاف ميدفيديف أن اعتقاد أوكرانيا أو دول حلف شمال الأطلنطي بأن شبه جزيرة القرم ليست روسية يمثل تهديدا منهجيا لروسيا. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أوكرانية بأن شبه جزيرة القرم يمكن أن تكون هدفا للصواريخ هيمارس أمريكية الصنع والتي نشرتها كييف في الآونة الأخيرة خلال مواجهاتها مع القوات الروسية. أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمراً تنفيذياً بإعفاء رئيس جهاز الأمن والنائب العام من منصبيهما. إلى ذلك قال زيلينسكي إن روسيا قد بدأت حرباً لا تريد إنهاءها، مضيفاً أن كييف تدافع عن سيادتها وأراضيها. كما كشف زيلينسكي عن تخصيص الولايات المتحدة المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا في ميزانيتها الدفاعية للعام المالي الجديد، لافتا إلى أن كييف طلبت من واشنطن 3 مليارات دولار على شكل مساعدات خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن هذه المساعدات ستعزز من القدرات الدفاعية لبلاده. قال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية فاديم سيكيبسكي إن روسيا تستعد للمرحلة الثانية من هجومها على أوكرانيا. وأوضح المسؤول العسكري الأوكراني أن استعدادات روسيا لا تشمل فقط الضربات الصاروخية بل قصفا على طول خط التماس بأكمله، مشيرا إلى استخدام كثيف للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية، بما يشير إلى أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم. يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا تشديد العقوبات على روسيا في وقت تتهم فيه موسكو باستخدام محطة زابوريجيا للطاقة النووية لنشر قاذفات وإطلاق صواريخ على المناطق المحيطة بالمنشأة في جنوب أوكرانيا. من المرتقب أن ينظر وزراء الخارجية لدول الاتحاد في أمور عدة، من بينها مقترح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا لمؤامرة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك التابعة لشركائه في مجموعة السبعة. كما يهدف مقترح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.